وأوقاتكم كل خير. توقعات اليوم الثلاثاء بإذن الله على منطقة تبوك وراح تحسن التحديثات لهذا اليوم، خاصة جنوب تبوك وجنوب غربها جهة الحرة وجهة شقري، كذلك جهة طريق المعظم وما بين تبوك والجوف، كذلك جهة العلا وتيمة والعيس وشمال المدينة وشمال شرقها، كذلك على منطقة الجوف بشكل عام وحزم الجلاميد ورفحة والعقيلة وشمال شرق المملكة جهة لينا وعلى أغلب منطقة حائل، كذلك أجزاء من جنوب المملكة الفترة المسائية. تستمر التوقعات على منطقة حائل وأجزاء متفرقة من الجوف وغرب حفر الباطن وما بين المدينة وحائل، والله أعلم. أخوكم أبو عمر السحيمي. مساكم الله بالخير يا حلو وسهلا بالجميع. شوفوا ضغط هالسحاب، يا الله نمشي. هذا قبل مفرق الشقيق، هذا طريق حايل الجو ما شاء الله تبارك الله. هذه السحب جاية من جنوب الغرب بالاتجاه على المرود ما شاء الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق مركز الشقيق، هذا المفرق والسحاب تعداه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله. الآن على مفرق ما شاء الله كريم يا بارق سرى. ما شاء الله تبارك الله. موقعنا الآن عند كبر الشقيق ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أمطار خير وبركة، أمطار متوسطة. اليوم الثلاثاء التاريخ 9/4/1444. الصوت اللي لنا لنا هاي ترى ما سمعناه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا زانت ان شاء الله زانت.